والفترة الأخيرة كان في كتير من المبادرات البيئية اللي كان هدفها نشر فكرة التحول للأخضر والمشروعات الخضراء وتشجير الشوارع والأماكن العامة والمدارس والجامعات، وده في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجر. من أهم المبادرات دي مبادرة شجرها، واللي قدرت خلال عام إنها تزرع أكتر من 25,000 شجرة مثمرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة والشراكة مع عدد من الوزارات. صاحب المبادرة عمرو الديب نورنا. اهلا وسهلا يا عمر. اهلا وسهلا بيك. صباح الفل عليك. صباح النور. اهلا وسهلا بيك. طيب لما نيجي نتكلم كده في البدايه، الفكره جت معاك منين؟ فكره الشجر المثمر دي اصلا فكره هايله، بس بتتزرع فين وبتتعمل فين وجات لك الفكره ازاي؟ متعودين على اشجار الظل بس، ما بنبقاش متعودين على الشجر المثمر يبقى موجود في الشوارع. بالظبط، هي الفكره جات لي في 13 ابريل 2016. كنت شايف ناس بتاكل من شجر التوت مزروعه قدام بيتي في مدينه العبور. فسبحان الله. انت لازم تقول بيتك فين الاول. انا ساكن في العبور. الشجره دي بالنسبه لنا يعني تيجوا تنوروا طبعا. يعني ما شاء الله شوارع العبور دلوقتي كلها ما فيش شارع بيخلو من اشجار مثمره ما شاء الله. الحمد لله، يعني الفكره انتشرت بشكل كبير جدا. انا بس عايز اقول في 2016 لما شفت ناس بتاكل من الشجره دي سبحان الله، يعني قلت انا عايز ازرع الشارع اللي انا ساكن فيه باشجار مثمره بحيث انها تكون صدقه جاريه والناس تستفيد من الثمار دي. فالحمد لله سميت الموضوع بقى شجرها، وبقت مبادره الحمد لله. وكان هدفي في الاول ان انا ازرع مدينه العبور او الحي اللي انا ساكن فيه، بس الموضوع الحمد لله تطور وبقت مصر كلها الحمد لله في المبادره. يعني احنا زرعنا اكتر من 350,000 شجره لغايه دلوقتي، من 2016 لغايه دلوقتي في 17 محافظه مصريه، وكمان في بعض الدول العربيه بتشارك معانا في المبادره الحمد لله. عظيم جدا. انت لوحدك ولا في فريق عمل معاك؟ لا، هو طبعا الموضوع كان في الاول انا كنت لوحدي، بس الحمد لله في دلوقتي في فريق عمل متطوعين. احنا عندنا الاف المتطوعين شاركوا معانا، عندنا اكتر من 100 مؤسسه وشركه شاركت معانا لغايه دلوقتي. عندنا في تعاون كبير جدا مع بعض الوزارات زي وزاره البيئه، وفي معانا جهاز شؤون البيئه، وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التخطيط، المعهد القومي للحوكمه، وطبعا المحافظات كلها اللي احنا بنروحها. يعني في تعاون مع المحافظات والمجالس المحليه، ويمكن مؤخرا احنا شايفين درجه الحراره كانت عامله ازاي في اسوان، كانت سجلت اعلى درجه حراره على مستوى العالم، وصلت تقريبا 50 درجه مئويه. فنزلنا بوست على الصفحه ان احنا مستعدين ان احنا نروح محافظه اسوان، وبالفعل احنا اصلا كنا هناك من 3 سنين في جزيره هيصة في اسوان، والحمد لله مكتب المحافظ تواصل معانا وقال لنا ان هو مستعد ان هو يستقبلنا ونزرع اشجار، سواء اشجار مثمره واشجار خشبيه في محافظه اسوان ان شاء الله. طيب اشجار مثمره واشجار خشبيه، طيب. ايه هي الاشجار الخشبيه؟ اللي هي الشجر العادي اللي احنا متعودين عليه، ولا بيبقى لها مواصفات معينه الاشجار الخشبيه؟ بصي، الاشجار المثمره دي اللي احنا اصلا ده الاساس بتاع مبادره شجرها اللي احنا بننشره اساسا، او بننشر الثقافه والوعي ان احنا نزرعها. الاشجار الخشبيه زي اشجار مثلا ايه المهوجني الافريقي او شجره النيم، دي اشجار ممتازه جدا طبعا طبعا، يعني ليها عائد اقتصادي كبير جدا. طبعا الاشجار ليها يعني بتصب في 3 اهداف او اهداف تنميه مستدامه، اللي هو 3 ابعاد: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. طب الشجره الخشبيه دي احنا بنرويها بميه صرف عادي مفيش مشكله، او ميه الصرف المعالج. من ضمن الاشجار المهمه اللي احنا بنزرعها شجره المهوجني، دي شجره بتكبر مثلا ايه بعد 10 او 12 سنه بتدي 4 متر مكعب من الخشب. متر مكعب دلوقتي بالاسعار الحاليه عامله حوالي 45,000 جنيه مصري. يعني الشجره اللي هي مثلا ب 200 جنيه دلوقتي بالسعر الحالي، بعد 12 سنه من زراعتها تدي لنا 200,000 جنيه. ده بالاسعار الحاليه، احنا الله اعلم بعد كده الاسعار تبقى عامله ازاي. فهي شجره حلوه جدا، ليها عائد اقتصادي كويس، ده غير انها كمان بتمتص طبعا ثاني اكسيد الكربون بنسبه كبيره. يعني الشجره الواحده بتمتص من 15 ل 30 كيلو جرام من ثاني اكسيد الكربون في السنه. ده غير طبعا ازاله العوالق والاتربه اللي موجوده في الجو. طيب بالنسبه للشجر المثمر، هل بتزرعوه في الشارع ولا بتبقى في اماكن نقدر نسيطر عليها عشان نحفظ الثمر لحد ما الثمره تكون تؤكل؟ لانه انت عارف طبعا في بعض الاطفال من الممكن غياب وعي، مفيش ثقافه ان احنا نستنى على الشجره لحد ما تطرح والثمره بتاعتها تطيب. صح، هو طبعا الاشجار المثمره ليها يعني كذا حاجه، يعني عشان موضوع ان احنا نزرعها ده موضوع معقد شويه. بس الحمد لله احنا بقى لنا 8 سنين خبره في الموضوع. احنا بنزرع بشكل اساسي الاشجار المثمره في المدن الجديده. طب ليه بالتحديد المدن الجديده؟ عشان نسب التلوث فيها قليله. الاشجار المثمره ما ينفعش انها تتزرع في مناطق نسب التلوث فيها عاليه، لان طبعا لو في مكان ملوث او في غازات وفي اتربه
الحاجات دي بتبقى عالقه على الثمار نفسها، فممكن اللي ياكل الثمره يتاذي على مدار السنين، او الشجره ما تطرحش، او ممكن الشجره ما تطرحش، لان برضو في بعض الممارسات الخاطئه، وزي ما حضرتك قلت ممكن الاطفال ياذوا الاشجار. انما في المدن الجديده احنا بنروح مثلا الاسكان الاجتماعي، بنروح مراكز طبيه، ساحات مساجد، ساحات كنائس، بنزرع هناك. وطبعا في المدارس الحكوميه احنا ما شاء الله يعني احنا اكتر من 150 مدرسه رحناها، والتجربه كانت ناجحه جدا. يمكن كان في البدايه اصلا لما كنا بنروح المدارس قالوا لنا في قوانين تمنع زراعه الاشجار المثمره، ووجدنا الموضوع ده مش موجود الحمد لله يعني. بس يعني مع افضل مكان ليها المدارس، والله بص هو مع المعافره والاصرار احنا الحمد لله بقينا الثقافه دي بقت خلاص موجوده. حتى لسه حضرتك كنت بتقولوا حمله 100 مليون شجره، فاحنا الحمد لله كمان متعاونين مع الحمله الرئاسيه 100 مليون شجره، وبنشجع على زراعه الاشجار دي في المدارس وفي الشوارع وفي الاماكن العامه. وبرضه من ضمن الاحتياطات لزراعه الاشجار المثمره انها ما تسقيش ميه صرف. احنا لسه بنقول ايه، اشجار مثمره واشجار خشبيه، عشان كده الكومباوندز كتير منها بتمنع في الجناين انه يتم زراعه الاشجار المثمره. يعني الناس بتبقى مستغربه جدا فكره انا زارع في بيتي، يعني ايه مشكلتك مع الاشجار المثمره ان انا ازرعها في بيتي؟ هل فعلا عشان المايه بتبقى معالجه؟ بالظبط ثنائيه يعني مش ثلاثيه. بالظبط، يعني في بعض الكومباوندز بيبقى بيمنعوا موضوع زراعه الاشجار المثمره لان فعلا بيسقوا بميه صرف، وطبعا ده بيبقى ليها ضرر لو اي حد هياكل من الثمار دي. انما لو هنزرع بميه عاديه اللي هي الميه الحلوه بتاعت الشرب، لا احنا الاولويه ان احنا نزرع اشجار مثمره، دي حاجه ليها عائد اقتصادي كويس وعائد بيئي وعائد اجتماعي كويس جدا. زي ما قلت لحضرتك يعني شوارع العبور فعلا كلها دلوقتي اشجار مثمره، واحنا كمان كلها توت؟ معظمها اشجار مثمره. توت؟ لا لا مش توت بس، ده احنا عندنا ايه طبيعه توت وزيتون وليمون وبرتقان، وفي مانجا يعني لسه كنت منزل من حوالي شهر في الشارع. في الشارع يعني لو جيتوا زياره ميدانيه للعبور طبعا نيجي. لا في شجر مانجا كتير جدا موجود ما شاء الله يعني. وعليه مانجا؟ وعليه مانجا بس في شجر مانجا، لكن هل عليه مانجا؟ موجود، لان طبعا للاسف مع التغيرات المناخيه دي على فكره احنا يعني في مشكله كبيره. احنا في حوالي 30 ل 40% من الثمار على مستوى مصر بيتم فقده، او السنه دي بالذات بسبب الحر، موجه الحر دي. بيحصل حاجه للثمار اسمها لسع للثمار، فالثمره نفسها خلاص بتقع وتموت يعني. اشرت لنقطه مهمه، وجودكم داخل المدارس ده اولا عشان نحافظ على الشجر، وفي نفس الوقت ليه بعد اخر توعيه الاطفال بان الشجر دي بتاعتهم. بالظبط، واجب علينا ان احنا نحافظ عليها، ان احنا نحمي هذه الشجره لحد بالفعل ما تثمر. واعتقد انه الثمار دي بتاعتهم يعني، صح؟ بتاعه الولاد في المدرسه. بالظبط، هم والمدرسين والعمال يعني دي بتبقى ليهم. بالظبط، واحنا كمان عاملين حمله اسمها مدارس مثمره. احنا بمناسبه مرور 8 سنين على انشاء مبادره شجرها، احنا عاملين حملتين هدفهم زراعه 180 الف شجره. حمله اسمها كل من الشارع، دي مستهدفه خمس محافظات او ست محافظات في مصر. هنزرع اشجار مثمره في المحافظات دي، سواء في شوارع او في اماكن عامه. والحمله الثانيه اسمها حمله مدارس مثمره، دي احنا مستهدفين بشكل اساسي المدارس الحكوميه في برضه في حوالي ست محافظات. هنزرع في المدارس الحكوميه اشجار مثمره، نباتات طبيه وعطريه، يبقى في برضه جزء من فناء المدرسه المخصص للخضروات. ومش بس كده، لا احنا بنعلمهم كمان يعني انشطه ثانيه زي الاقتصاد المنزلي بقى، زي زمان لما كنا بناخد حصه الاقتصاد المنزلي. التجفيف، ممكن نعمل تجفيف للثمار، ممكن التخليل، نعمل جزء من المخللات او مربات او العصاير. ده له علاقه بالتطوير كمان اللي حصل في المناهج، يعني في مواد تم اضافتها، ماده المهارات المهنيه والمهارات الادائيه دي بتبقى تجمع كده ما بين النجاره والزراعه. بالزبط. والاقتصاد المنزلي، فالولاد هيشوفوا ده عملي وينفذوه بالفعل. عملي، ده دي نقطه مهمه قوي. احنا دايما بنشوف الحاجات نظري في الكتب وفي الاخر بنرميها. لا، الطالب بالذات من صغره لما بيحتك بالانشطه دي وبيطبق عملي الموضوع بيفرق جدا. وانا طبعا لاحظت ده من 8 سنين، الاطفال ما شاء الله من اكتر الفئات اللي بتشارك معانا وبيبقوا مبسوطين جدا ان هم بيعملوا حاجه بايديهم يعني. عظيم جدا. عمر، ازاي بتراعي البعد البيئي؟ يعني مش كل المحافظات ينفع نزرع فيها نفس النوع من الاشجار. بالظبط، ما علشان كده انا بقول في محافظات فيها تلوث بيبقى عالي شويه، فدي بنشجع او درجات الحراره فيها مرتفعه، ودرجات الحراره فيها مرتفعه بنشجع على زراعه الاشجار الخشبيه. انما يعني الاشجار المثمره في الغالب هي اللي احنا بنزرعها في المدارس، بيبقى فيها رعايه كويسه، مصادر المياه موجوده. لو في عندنا مثلا مراكز طبيه بنروح وبنزرع، يبقى برضو عندنا بعد اقتصادي مع البعد الاجتماعي مع البعد البيئي، لان الاشجار المثمره
كمان بتخفض درجات الحرارة بشكل كويس زي الأشجار الخشبية لأنها بتدي ظل طبعاً. وعايز أقول إن الشارع اللي بيبقى موجود فيه أشجار سواء مثمرة أو خشبية مش هتفرق معانا، درجة الحرارة بتنزل حوالي 5 أو 7 درجات مئوية، وده يعني التأثير بتاعه بيبان قوي. ويعني الناس اللي هي ساكنة مثلاً في مكان زي المعادي بيمشوا في الشوارع بيلاقوا فعلاً في فرق في درجات الحرارة كبير جداً لو شارع مش مزروع فيه أشجار وشارع مزروع فيه أشجار. واحنا بنحاول طبعا ان احنا نخفف درجات الحراره، لان يعني مش مصر بس اللي بتعاني، لا ده العالم كله بيعاني من موضوع التغيرات المناخيه. فاحنا بنحاول مع زراعه الاشجار ان احنا نخفف من تاثير التغيرات المناخيه. زي ما قلت لحضرتك محافظه اسوان هي رقم واحد وليها اولويه ان شاء الله الفتره اللي جايه ان احنا نحاول نزرع فيها كميه اشجار كبيره باذن الله، ونعمل توعيه كمان للناس هناك. اكيد في اوقات بتبقى محتاجين نسرع قوي في الزراعه في الاماكن اللي هي ما فيهاش اشجار، مش هقدر نستنى ال 12 سنه اللي كنا بنتكلم عليها، احنا عايزين حاجه تطلع لنا، مش هنقول بعد 12 دقيقه لا، في حاجات سريعه جدا على فكره في النمو، ولا 12 شهر يعني. لا ده في حاجات سريعه جدا في النمو، يعني احنا في عندنا شجره اسمها شجره المورينجا دي بتكبر 3 متر في السنه، و ده جمال المورينجا بقى وزيوت عطريه أيوة. وشاي والناس هتنبسط على الاخر. لا ده يعني ما شاء الله حضرتك عارفه كل حاجه يعني. لا وشاي المورينجا ده بيساعد على التخسيس، احنا طبعا شجره المورينجا دي يعني موجوده في كل المشاتل تقريبا وبتتزرع من البذره، ومركز القومي للبحوث كمان بيشجع على زراعتها، ويمكن اتكرمنا بسببها مرتين في مركز القومي للبحوث عشان بنحاول ننشر زراعه اشجار المورينجا في شوارع مصر. ودي شجره بتطول 3 متر في السنه وليها 300 فايده او اكتر من 300 فايده، من ضمنها فيها مضادات اكسده، فيها احماض امينيه، 3 اضعاف الكالسيوم اللي في اللبن، 5 اضعاف البوتاسيوم اللي في الموز، يعني حاجه عظيمه جدا يعني. وكمان احنا بس مش في البذره ولا في الزيت ولا في الشاي اللي بيطلع منها ولا في ايه؟ لا انا عايز اقول البذره ليها فوائد، الورق الاخضر نفسه ليه فوائد لو هيتاكل فريش او لو احنا هنجففه ونحطه مثلا كتوابل او ان احنا نشربه كشاي. الفريش دي فكره حلوه. لا ده جميل جدا يعني، زي مثلا زي الجرجير زي البقدونس يضاف للسلطه يتاكل في سندوتشات ممتازه. انا نفسي انا بستخدمها طبعا وبشجع اسرتي وكل اصحابي ان هم يستخدموها. وفي عندنا القرون الخضراء اللي بتطلع منها اللي هي بيبقى فيها بعد كده البذور او التقاوي دي وهي لسه صغيره ممكن تتاكل تتعمل في الطبيخ مثلا زي الفاصوليا زي اللوبيا، برضه بيبقى طعمها حلو جدا وليها فوائد رهيبه. وبس مش بس كده، احنا كمان مش زراعه الاشجار بس، احنا هننشر كمان ثقافه زراعه البلكونات والاسطح. يعني احنا بنشجع الناس انها تزرع كمان ايه الخضروات بقى والنباتات الطبيه والعطريه وبرضه بعض اشجار الفاكهه في البلكونات. صحيح. ويمكن من ضمن الاسطح اللي احنا زرعناها سطح وزاره البيئه، احنا زرعناه بنظام المرائد الخشبيه. لازم نبدا طبعا وزاره البيئه. بنشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، بنتمنى لك طبعا كل التوفيق. عمر ديب مؤسس مبادره شجرها، شكرا جزيلا ليك. لا شكرا جزيلا.